اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبته الاقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية. نبدا باهم العناوين. من العرب اللندنية نبدا. عبد المهدي يستغل مطالب المتظاهرين في تعديل وزاري على مقاس الميليشيات. في الشرق الاوسط خيارات عبد المهدي المحدودة تعيد الى الواجهة المطالبات باقالة حكومته. وفي الخليج الإماراتي العراق يشكل لجنتين جديدتين للتحقيق في قتل المتظاهرين. ونشرت العربي الجديد العراق مطالبات بمنع سفر مسؤولين متورطين بالفساد وقمع الاحتجاجات. في الهيئة نت ناشطون وصحفيون يهربون إلى كردستان خوفا من الاعتقال والاختطاف القسري. وفي صحيفة البصائر استئناف اعتصام حملة الشهادة العليا في بغداد للمطالبة بالحقوق. ومن المدى نطالع محافظ بغداد يتراجع عن استقالته بعد تحرك البرلمان لإلغاء مجالس المحافظات. نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية تقريرا تحت عنوان شوارع الغضب، تحدثت فيه عن الاحتجاجات في العراق. وذكرت المجلة أن الحكومة العراقية تبدو عاجزة عن وقف الاحتجاجات، مؤكدة قتل أكثر من 100 شخص بعد اندلاع التظاهرات التي تعبر عن الإحباط الاقتصادي والسياسي في العراق. المجلة تقول إن الشيعة الذين سيحيون أربعينية الحسين سيندبون أيضاً مقتل 110 أشخاص كلهم شيعة قتلوا في التظاهرات الأخيرة. ويقول الكثير من العراقيين إنهم بعد سيرهم نحو كربلاء سيواصلون مواجهة الحكومة. ويجد التقرير أن التظاهرات في الجنوب قد تكون أعظم تحد لها، فما بدأ تظاهرات صغيرة للعاطلين عن العمل والباعة المتجولين كبر وتحول إلى احتجاجات ضخمة. وتشير المجلة إلى أن الدبلوماسيين الغربيين يتساءلون عن قدرة عادل عبد المهدي الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء قبل عام على السيطرة على الوضع من جديد. ويلفت التقرير إلى أن عبد المهدي قام في الأيام القليلة الماضية بالكشف عن عدد من الإجراءات مثل توزيع الأراضي وزيادة الضمان الاجتماعي، وتعهد بمكافحة الفساد ومعاقبة المسؤولين عن العنف، إلا أن قلة من العراقيين يصدقون وعوده. وتقول المجلة إن الإحباط الاقتصادي والسياسي هو في قلب المطالب للمحتجين، لكن الغضب موجه ضد إيران التي ينظر إليها على أنها تتمتع بنفوذ قوي على الحكومة. وتبين المجلة أن المحتجين كانوا في الماضي يستمعون إلى نصائح مرجعية النجف، إلا أن علي السيستاني يفقد سلطته بصفته حكماً بين الحكومة والجماهير، ويتم تلقي دعواته في خطب الجمعة للاعتدال بنوع من السخرية. واختتمت المجلة تقريرها بالإشارة إلى أن المسؤولين يعترفون بأن خياراتهم تنفد، فيقول عبد المهدي لا يوجد حل سحري، وتلقى قنابل حارقة على مقر الأحزاب، ويقول المسؤولون إنهم يتعرضون للهجوم. وهناك من يتحدث بتشاؤم عن وضع يشبه ما حدث في سوريا، ومع أن الديمقراطية في العراق الناشئة ليست غريبة على الاضطرابات، إلا أنها تواجه أخطر مراحلها. منذ بدء المقاومة الوطنية العراقية ضد الاحتلال في عام 2003، واليقين مؤكد أن الشعب العراقي لن يستسلم ولن تنكسر إرادته، وسيجدد يوما بعد يوم قدرته ويطور أساليب حركته حتى دحر الاحتلال وإعادة بناء الدولة الوطنية المستقلة في نهاية المطاف. طلعت رميح قال في موقع الهيئة نت إن العراقيين يقدمون دماءهم مجددا في سبيل تحرير وطنهم، فانتفاضة تشرين ليست إلا تأكيداً على أن العراق حي وقادر على تجديد مقاومته حتى فرض إرادته وطرد الاحتلال.
أولاً هي الانتفاضة الأقوى والأشد اتساعاً والأعلى قدرة من سابقاتها من التحركات والتظاهرات، وضمن أهم معالم قدرتها أن الخصم لا يعرف تنظيماً ولا حزباً يقف وراءها، وكأنها قوة إرادة متوزعة على كل فرد من أفراد المجتمع. ثانياً هي الانتفاضة الأكثر وضوحاً عن سابقاتها في سعيها لإزاحة كل الأشكال والرموز والتكوينات التي تشكلت بعد الاحتلال. رفعت شعارات إنهاء العملية السياسية التي شكلها الاحتلال، وتعرضت لأعمال قتل من قبل الميليشيات الإيرانية الصنع، ولذا هي تؤسس لميلاد جديد. ثالثاً وهي الأعلى وضوحاً في مواجهة الاحتلال الإيراني، خاصة باعتبارها تتركز في كل المناطق التي عملت عليها إيران لتكون حاضنة للاحتلال وللدور الاستعماري الإيراني في العراق. رابعاً تكشف الانتفاضة وصول كل العراق إلى أن إيران محتلة، وأن نخب العملية السياسية والميليشيات هم في الصف الإيراني لا في الصف العراقي، وأن إيران لن تتوانى عن تكرار تجربة الانقلاب الحوثي في العراق الحالي. خامساً تطرح الانتفاضة على الموقف الرسمي العربي سؤالاً جوهرياً: هل يستطيع الموقف الرسمي العبور بموقفه الحاد من إيران إلى العراق، أم لا يزال الوجود الأمريكي في العراق مانعاً وحاكماً للمواقف العربية بشأن العراق؟ ورأى الكاتب أن انتفاضة تشرين أعلنت استعداد الشارع العراقي للتعامل مع البديل الوطني، وبشرت بقرب يوم إعلان الانتفاضة الوطنية الشاملة على كامل أرض العراق، بما يقل العبء الآن على القادة الحقيقيين للعراق في التنظيم والتحشيد الوطني استعداداً لما هو قادم. كما كانت التظاهرات الشعبية لعام 2015 قد وضعت حيدر العبادي في موقع بالغ الحرج أمام ضرورة الذهاب أبعد في الإصلاح والمحاسبة، فإن تظاهرات 2019 تضع رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي أمام ضرورات أكثر تبلوراً من حيث طبيعة المطالب، وعلى صوت من حيث ربط العطب الداخلي بأجندات ولاء خارجية تأتي إيران في صدارتها. هذا ما ذكره صبحي حديدي في مقاله بصحيفة القدس العربي. هذا مآل طبيعي في ضوء انحدار السياسة والسياسيين إلى مستويات الرثة في التمثيل والأداء، تغذي المزيد من عوامل انحدار أكبر، مع فارق مأساوي ودام أيضاً هو أن 108 من العراقيين سقطوا قتلى حتى الساعة. فارق آخر قد تنجلي أبعاده تدريجياً في الأيام المقبلة هو موقف المرجعية الشيعية التي اعتادت الوقوف في صف المحتجين وتأييد مطالبهم المشروعة، ولكنها الآن تضيف إلى هذا الخيار الكلاسيكي واجب حث عبد المهدي على كشف هوية المسؤولين عن قتل المتظاهرين، ليس لإحقاق الحق ومحاسبة الجناة فقط، بل كذلك لتنزيه عناصر إيرانية وبينهم رجال دين عن تهمة المشاركة في قمع التظاهرات والتورط في أعمال القتل. وأما الفارق الثالث في هذا الصدد تحديداً فإنه غياب جهة قيادية واضحة توحد المطالب وتسير التظاهرات على نقيض احتجاجات 2016 التي وضعت مقتدى الصدر في سدة الزعامة. هذه طبقاً لمؤشرات عديدة راهنة وكامنة هي الجولة الأخطر في مسلسل المواجهات بين الشارع الشعبي والحكومات المتعاقبة، وثمت الكثير من التعاقدات التي انهارت وكانت السلطات المختلفة السياسية والروحية تظنها خالدة لا تحول ولا تزول، وفي رأسها مكانة إيران في قلوب فقراء الشيعة من أبناء العراق. ورأى الكاتب أنه لن يكون غريباً أن يرتد زخم هذه الانتفاضة إلى 16 سنة خلت حين اجتاحت الولايات المتحدة هذا البلد وثبتت نفوذ فئة حاكمة فاسدة مفسدة قبل أن تتسلم طهران زمام الأمور، فتتابع نهجاً مماثلاً في الجوهر ومختلفاً في الأعراف،
وتبقى بالطبع حكاية المندسين التي لا يرفعها عبد المهدي وحده الآن، بل يشاطره في اعتناقها رئيس هيئة الحشد الشعبي، على الرغم من أنها باتت أقل بكثير من ورقة توت مهلهلة مهترية. على الرغم من أن الاحتجاجات في أكثر من بلد عربي هذا العام كالسودان والجزائر وأخيرا العراق الأسبوع الماضي هي شأن عربي يخص هذه الدول وشعوبها بالأساس، فإن التدخلات الإيرانية في الانتفاضة العراقية مباشرة أو عبر عملائها أدت إلى تفاقم الأمور أكثر مما هي عليه الآن. وهناك شملان يوسف العيسى قد تساءل في صحيفة الاتحاد الإماراتية: ما الذي يزعج إيران من الاحتجاجات العراقية الأخيرة؟ النخبة السياسية في العراق وأجنحتها التي تدير دفة الحكم معظمها من الأحزاب والحركات المنتمية الموالية لإيران، وطوال 16 عاماً لم تحاول حل المعضلات العالقة سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية، بل استمرت في تكريس الوضع الفاسد ومحاباة الطائفيين الموالين لطهران على بقية نسيج الشعب العراقي، مما دفع الأغلبية الشعبية إلى الخروج في احتجاجات عفوية لا يقودها حزب ولا حركة سياسية معروفة. لقد أصبحت انتفاضة الشعب العراقي أمراً واقعاً، لأن الأحزاب الحاكمة أغلقت كل طرق التغيير السلمي والتدريجي من خلال تزوير الانتخابات. فبدلاً من السماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبر عن الإرادة الشعبية، نجد هذه الأحزاب وسلطتها الطائفية تغير النتائج لصالحها وتصر على إدامة هيمنة النخبة الفاسدة. إن تمادي إيران عبر ميليشياتها في قمع المظاهرات السلمية العراقية بقوة السلاح وفي منع تحقيق الإصلاحات المطلوبة يهدد بتدمير بلد غني بموارده البشرية والنفطية مثل العراق من خلال نهب خيراته وتحويل أمواله إلى طهران. ونتساءل هنا: ما مصير انتفاضة العراق الشعبية؟ وهل تسمح طهران وأعوانها في بغداد بالتحول السلمي وحل المشاكل المطلبية البسيطة للشعب العراقي؟ وبحسب الكاتب فإن السلطة في بغداد وإيران لن تسمح بالتغيير السلمي، لأن التظاهرات تطالب برحيل إيران من العراق، ولأن سقوط النظام في بغداد يعني نهاية النظام الإيراني ونفوذه في المنطقة العربية. هو العراق المنهوب والجريح في طريقه إلى أن يتحول إلى الصيغة الإيرانية، أم هو العراق العربي والعصي كما وصفه يوما الحجاج بن يوسف؟ انتفاضة هذا الأسبوع الماضي إذن كلفت العراقيين أكثر من 100 قتيل و6000 جريح. هل فجرت الأزمة الداخلية التي تجسدها طبقة سياسية فاسدة وفاشلة، أم خارجية نتيجة تضخم حجم نفوذ الجار الإيراني؟ هذه التساؤلات طرحها سعد كيوان في مقاله بالصحيفة العربي الجديد. كان من المفترض أن تتم إعادة الإعمار خلال مهلة لا تتعدى 5 سنوات، وأن لا تتجاوز الكلفة أكثر من 100 مليار دولار، لولا مئات المليارات التي اختلسها المتنفذون الذين وصل بعضهم على الدبابة الأمريكية وخرج معظمهم من حضن ملال إيران، ولاحقاً خلال حرب داعش وبعدها. وقد أدى تسليم البلد بعد عام 2003 للأمريكيين وشركاتهم إلى وضع اليد على صفقات وخيرات عديدة، ثم أخليت الساحة للإيرانيين الذين عاثوا في أرض السواد فساداً وأطلقوا العنان للنهب المنظم على غير مستوى منذ قرار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالانسحاب. كانوا مرتزقة عند الأمريكان والإنجليز، فصاروا هم أنفسهم مرتزقة عند إيران ممن عبثوا ويعبثون بالعراق وبثرواته، فأصبح بلد النفط بلا كهرباء، وبلد ما بين النهرين العظيمين بلا ماء صالح للاستخدام البشري، وبلد شريعة حامورابي بلا منظومة تعليم، وصار الناس يموتون من قلة الدواء وسوء الاستشفاء.
أكدت الانتفاضة أخيراً أن من يتصدى للنفوذ الإيراني هم العراقيون الشيعة، ومن يصرخ إيران برا برا منذ السنوات هم هؤلاء وليس العراقيون السنة الذين يخافون أن يوصموا بالإرهاب أو بالانتماء إلى تنظيم داعش. واختتم الكاتب مقاله بالقول إن الأزمة أثبتت أن الصراع بين الشيعة العراق وشيعة إيران يعكس عداء تاريخيا بين الشيعة العرب وشيعة الفرس، فالتحدي الذي تواجهه إيران في العراق اليوم هو الأشد والأصعب منه في كل الساحات العربية التي تمارس طهران نفوذها وتمددها فيها من اليمن إلى لبنان. اقتضت الانتفاضة التشرينية الشعبية الكبرى أقضت مضاجع مسؤولي الأحزاب والكتل السياسية المنضوية تحت شعار العملية السياسية التي هي إحدى نتاج الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق. إياد العناز رأى في صحيفة البصائر أن موقف الرئاسات الثلاث في التعامل مع الأحداث الدامية التي رافقت التظاهرات بدا بعيدا عن الواقع المؤلم الذي عانته الجماهير المنتفضة وهي تواجه نيران القوات الأمنية والميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. جاءت خطابات ورسائل الرئاسات الثلاث لتمثل حقيقة الواقع السياسي العراقي بجميع أوجهه، وتبتعد كثيرا عن مظاهر الاستقلال السياسي والاقتصادي، بل ذهبت بعيدا في تبني الكثير من المعايير التي ذكرتها الخطابات التي صدرت عن العديد من القيادات السياسية والدينية في نظام الحكم بطهران، والابتعاد عن ذكر الحقائق الميدانية التي تؤكد حقيقة مشاركة أدوات ووكلاء النظام الإيراني في توجيه الضربات للانتفاضة الشعبية وضرب واعتقال المتظاهرين، محاولة منهم لوأد الاحتجاجات وإسكات صوت العراق الحر والتأثير على المد الشعبي والتأييد الجماهيري الذي أصبح السمة الأساسية والصورة الناصعة والضياء المشع الذي تميزت به انتفاضة تشرين المباركة. قرارات حكومة عادل عبد المهدي بتوزيع قطع الأراضي السكنية وبناء شقق سكنية لآلاف من المواطنين وتقديم المنح والسلف المالية للعديد من العاطلين عن العمل وغيرها جاءت للتغطية على الإجراءات القمعية التي نفذتها السلطات الحكومية ضد المتظاهرين، وأن هذه الاستجابة لا تمثل حقيقة المطالب التي ارتفع سقفها بإسقاط العملية السياسية وتغيير النظام الحاكم في بغداد، وأن هذه القرارات والإجراءات من الصعب تحقيقها، ويرى المواطنون أنها محاولات يائسة من الحكومة لإيقاف الزحف الجماهيري والتأييد الشعبي للانتفاضة. وأضاف الكاتب أنه مهما حاولت السلطة الحاكمة في بغداد ومهما استخدمت من أساليب قمعية وإجراءات تعسفية لن تثني أبناء الشعب العراقي المنتفض عن مواصلة طريق التحرير ودرب النضال لتحقيق آمال وطموحات المواطن العراقي بعد دماء الزكية والتضحيات الكبيرة التي أعطاها في الانتفاضة التشرينية. أصبحت سنغافورة أولى دول العالم التي تمنع إعلانات المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، وذلك بموجب قرار حكومي صارم بحسب ما نشرته صحيفة البيان الإماراتية. وقد أفادت وزارة الصحة السنغافورية أن قرار منع الدعاية سيسري على المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الزبادي والقهوة ما دامت محلة، مؤكدة أن القرار سيطبق في جميع وسائل الإعلام، وسواء كانت مطبوعة أم مسموعة أم مرئية بما في ذلك الإنترنت. وكشفت وزارة الصحة في سنغافورة أنها ستستمر في استطلاع آراء المستهلكين والصناع في الأشهر القليلة المقبلة قبل الإعلان عن إجراءات أخرى لمكافحة السكري. وأضافت أنها ستطالب مصنعي المشروبات المحلاة بتوضيح كميات السكر بدقة على العبوات. وقال وزير الدولة للشؤون الصحية أدوين تونغ إن الوزارة لا تزال تدرس إجراءات أخرى أكثر صرامة، منها فرض مزيد من الضرائب على المشروبات المحلة أو حتى منع تداولها في الأسواق.
ونلقي الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية. وفي الختام لكم التحية والسلام.